طيب قبل ما اكمل بس هياخد الدكتور عبد المنعم فؤاد استاذ العقيده والفلسفه بجامعه الازهر. دكتور عبد المنعم اهلا بيك. اهلا يا استاذ وائل، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عبد المنعم، يعني لماذا تتحفظون على فيلم مولانا بشكله الخارجي بهذا الشكل، يعني قبل ان تشاهدوه حتى، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. من قال اننا تحفظنا يا استاذ وائل؟ من قال اننا تحفظنا؟ عدد كبير من مشايخ الازهر تحفظوا، يعني هذا كلام مرسل يحتاج الى دليل. هذه واحدة. الثانية، أنا دعيت الليلة من الأخت فاطمة والأخت مارينا إني أنا أحضر مع حضرتك وأشرف بلقائك في هذا الموضوع. ده إحنا شرفنا يا دكتور. الله يكرمك، فأنا اعتذرت لأنني لم أشاهد الفيلم. وإحنا الحقيقة يعني حتى إحنا اشترطنا للمناقشة يعني ضيفي معي في الاستوديو لأنه هو الذي شاهد الفيلم، بالإضافة إلى أنه محمد عاملين حركة اسمها دافع وبيطالبوا بمنع عرض الفيلم. طب قول لي وجهة نظرك في التعامل مع العمل الفني يا دكتور. طيب ماشي، أنا بس عاوز أقول لحضرتك إني أنا من العصر هم يتصلوا بي وأنا اعتذرت لأنني لا أريد أن أتحدث عن شيء لم أره. هذه واحدة. لكن ما سمعته الآن من حضرتك ومن الأخ الفاضل الأستاذ طارق ومن الأخ العزيز اللي معكم ان الفيلم فيه يعني نماذج من المشايخ، كما سمعت من حضرتك الان مشايخ صناعه امنيه، مشايخ صناعه تلفزيونيه، مشايخ عنف، مشايخ معاصي، مشايخ كذابين، مشايخ زنا، ده كل اللي انا سمعته من شويه. وده موجود في الفيلم. دول نماذج في المجتمع. هل يا استاذ وائل الشباب الذي اريد الان أن أقيم فكرة وأبعده عن طريق العنف والإرهاب وأقول بشهادة رئيس الجمهورية أن الأزهر هو الذي يقوم بهذا العمل وبيشكر رئيس الجمهورية شيخ الأزهر بنفسه في اللقاء الأخير؟ هل بالله عليك هذه النماذج التي أقدمها للمجتمع من خلال ما سمعته، لا من خلال ما رأيته، من خلال ما سمعته من حضرتكم الآن، هذه النماذج هي النماذج التي تقدم وأقول أنا أناقش قضايا في مجتمع؟ هل الطالب الذي نراه الآن وإحنا عاوزين نحتضن، نراه الآن بيجري يمينا ويسارا لأنه ما فيش دين في المدارس، هل الطالب ده هيقبل شيخ يقوم فكره ويعطيه خطاب ديني صحيح وهو يرى فيلما أمامه هو وأسرته في البيت فيه الشيخ الكذاب، فيه الشيخ الصناعة الأمنية، فيه الشيخ الصناعة التلفزيونية، فيه شيخ العنف، فيه شيخ المعاصي؟ هل الإسلام قدم هؤلاء المشايخ على أنهم يقتدى بهم؟ أبدا والله. لماذا لا نأتي بالصورة الأخرى يا أستاذ وائل؟ لماذا لا أتي بعمر؟ طب خليك في الملاحظة.